انا اللي واقف في ظهرك. العرق؟ ايه مشكلة العرق؟ بس عارف ان انت رايق قوي قوي قوي. وطول عمري. انت بس بتكبري المواضيع شوية. كبرة الموضوع. تعرف انا لازم اعمل فيك ايه؟ اخدك واتفسك بين امي وسهير عشان تعرف المعنى الحقيقي للسم البلدي، وعشان بعد كده ما تبقاش تزعل مني لما اقول لك ان انا خايفه اتكلم معاهم. وانت خايفه من ايه؟ هيعملوا لك ايه؟ كلامهم بيجرح. طيب خلاص خدي الكلام من هنا، طالعين من هنا ولا كانك سمعتي اي حاجه، وعيشي حياتك زي ما انت عاوزه.